بمسافة تقل عن 5 كيلومترات من القصر الجمهوري في العاصمة دمشق، خرج جيش الإسلام دورته العسكرية 17، وبلغ عدد الخريجين فيها ما يقارب 1700 مقاتل. تم تجهيزهم وتدريبهم على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة. 4 جوانب هي من أسس دورات جيش الإسلام: الجانب الشرعي والذي يشرف عليه طلاب علم ذو كفاءات عالية، والجانب العسكري الذي يتم من خلاله تدريبهم على قتال الشوارع واستخدام الأسلحة وبعض الخطط العسكرية، ويقوم عليها ضباط منشقون عن صفوف النظام. أما الجانب الثالث فهو التدريب الرياضي ورفع اللياقة البدنية، وأخيرا الجانب الأخلاقي. اعتمد التدريب في جيش الإسلام في دوراته على 3 أسس. أولا الأساس العقدي، فيعطونا توجيهات شرعية ودورات شرعية يعلم أمور دينه. ثانيا الأساس الثاني هو الرياضي من اللياقة البدنية وغيرها، والأساس الثالث هو التدريب العسكري، التكتيك وتعليمه على كافة أنواع الأسلحة وما إلى ذلك وغيرها مما يتبع هذه الدورات. لاقت دورات جيش الإسلام إقبالا كبيرا في الفترة الأخيرة، وبحسب قياديين من جيش الإسلام تم تخريج ما يقارب 10,000 مقاتل خلال فترة قصيرة، وتم توجيههم إلى جبهات القتال في دمشق وريفها. والله الإقبال كبير بفضل الله عز وجل، وخصوصا في الآونة الأخيرة منذ 3 أشهر إلى الآن، الإقبال كبير بفضل الله عز وجل. أما في الشارع فلاقت الدورات تقبلا واسعا من أهالي الغوطة الشرقية، متأملين أن يكون هؤلاء المقاتلون هم الجيش الذي يعد لدخول دمشق. جيش، تم تشكيل جيش بمنطقة محاصرة، داخل منطقة محاصرة، لا منافذ، لا مناطق تكون جايها دعم من الخارج، والحمد لله على سلامتهم بتخريج السرايا الجديدة. والله مبارح يعني شفنا دورة جديدة تخرجت، يمكن تعدادها 1700 مقاتل من الشباب الجيدين المؤمنين الصالحين. نحن هدول نتأمل انه يكونوا لتحرير الشام، نتأمل بقية الشباب من كافة اختصاصات ان هدول متخرجين، يعني نتأمل من كافة الشباب الباقية اللي ما التحقت تلتحي، لأنه نحن واجبنا حماية هالبلد، واجبنا تأمين حماية المواطنين المدنيين. إذن تغيرات وتطورات كبيرة تشهدها الساحة العسكرية أخيرا تصب في مصلحة الثوار، فهل ستشهد العاصمة معركة الحسم في الأيام المقبلة؟ هذا ما يعول عليه الأهالي هنا من جيش الإسلام كما يقولون. فجيش الإسلام هو القوة الكبرى في محيط دمشق، وهذا ما يجعل آمال الجميع تتعول عليه لكسر ظهر النظام في دمشق. يمان السيد، أورينت نيوز، من أطراف العاصمة دمشق.